هذه المؤتمر منذ سنوات عدة وعلى إنجاحه لها. وللحقيقة المحور كان متخصص حول التجربة السودانية بامتياز، وحول الشباب السوداني وأسئلة التحول الديمقراطي. ولكن لحسن الحظ أنه أضيف لنا باحثا من الصومال، فمن ما يضيف غنى لهذه الجلسة مع التزاوج بين التجربة السودانية والتجربة الصومالية. ولكن سنبدأ بالمحور الأول، وهو التجربة السودانية والتي تحمل عنوان الشباب السوداني وأسئلة التحول الديمقراطي. الحقيقة يثير السودان أسئلة كثيرة نظراً لتاريخه العريق بنضالاته المستمرة وقياداته وشبابه، ويحمل تاريخ طويل من النضال من أجل الديمقراطية وتحقيق التغيير. يثير تساؤلات حول السكون الذي يعتريه في ظل هذا العالم العربي الملتهب، وفي ظل أيضاً خصوصية الدول المجاورة له التي حققت على الأقل شهدت تحولات، إن لم يكن ديمقراطية ولكن لأنها حاولت الحراك في هذا المجال. ومن نافل القول أن السودان ليس بلداً ديمقراطياً وليست حقوقه وحقوق شعبه في أفضل حال، فهي كما الدول العربية الأخرى لم يكن في مجالات معينة أكثر تراجعاً. فالسؤال الذي يطرح هو لماذا لم تشهد السودان حتى الآن أي نوع من الحراكات كما شهدته الدول الأخرى؟ نحاول في هذا المحور أن نستشف الإجابة من الباحثين الثلاث، ثم ننتقل إلى المحور الآخر مع زميلنا الباحث الصومالي. وهنا نبدأ مع الورقة البحثية الأولى التي تحمل عنوان التصدعات المتحولة الهوية والانتماء السياسي للشباب السودانيين. إنما سأعرف بزميلي بداية، هو حسن الحاج علي أحمد، باحث سوداني أستاذ وعميد سابق لكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في جامعة الخرطوم، حاصل على درجة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة شمال تكساس بالولايات المتحدة سنة 1992، وهو رئيس تحرير مجلة دراسات الإسلام المعاصر. شارك في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، نشر له عدد من الدراسات والبحوث المحكمة، ونشرت له عدة كتب منها خصخصة الأمن، الدور المتنامي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والمشهد السياسي جنوب السودان، ومخاطر النزاعات الانفصالية في العالم الإسلامي بمشاركة حمدي عبد الرحمن. وأريد بداية أن أذكر بالوقت المخصص نظراً لضيق الوقت حيث تم إضافة زميلي الباحث أنها لا تتجاوز 15 دقيقة، وأرجو الالتزام بها، فلتتفضل. مشكورة. يعني في البدء أود أن أتقدم بجزيل الشكر للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على إتاحتهم هذه الفرصة، وأيضا للجنة المنظمة لهذا المؤتمر. عنوان الورقة هو التصدعات المتحولة الهوية والانتماء السياسي للشباب السوداني. وهذه الورقة يعني مشكلتها الأساسية، موضوع الأساسي هو كيف تتحول الانقسامات الاجتماعية والثقافية إلى تصدعات سياسية. وهذه الورقة أيضا تتناول كيف تتأثر هذه الانقسامات الاجتماعية
الانقسامات الاجتماعية والثقافية بالبيئة السياسية وبالنظام السياسي الحاكم، وهي متغيرة متكيفة مع البيئة السياسية والنظام السياسي القائم. أيضا ستتناول هذه الورقة تأثير هذه التصدعات المتحولة على الانتماء السياسي للشباب السوداني. هذه الورقة تنطلق من فرضية أساسية أن السياسات الحكومية والعملية السياسية لهما تأثير مباشر في تحول الانقسامات السياسية والاجتماعية إلى تصدعات سياسية للشباب، وترى أن عدم استقرار هذه التصدعات الاجتماعية سيكون له أثر سالب على مجمل الاستقرار السياسي في البلاد وعلى عملية التحول الديمقراطي فيها. وهذه الدراسة يعني أهميتها وأهمية الحالة السودانية في أنه لم يسبق للذين درسوا موضوع التصدعات الاجتماعية أن تناولوا باستحالة مثل الحالة السودانية. يعني الدراسات الكلاسيكية في موضوع التصدعات الاجتماعية هي بدأت في أوروبا الغربية، دراسات ليبسيت وروكان التي كانت في الستينات، وحسب بعض الدارسين أن موضوع التصدعات الاجتماعية خاصية لأوروبا الغربية، لكن في دراسات أخرى وسعت هذا المفهوم ودرسته في مناطق أخرى من العالم. لذا هذه الحالة السودانية بتتميز بما يعرف عند الدارسين للدراسات للعلاقات العسكرية المدنية بالباب الدوار. نحن لدينا منذ استغلال السودان في سنة 56 حكم ديمقراطي ثم يعقبه عسكري ثم ديمقراطي ثم عسكري، عندنا هذه الحلقات المتبادلة، هذا الباب الدوار. فالدراسة الحالة السودانية تأتي من هذا المنطلق. أنا استخدمت في هذه الورقة منهجية التحليل التتابعي باللغة الإنجليزية البروسيس تريسينج، وهو يمكن الدارسين من التناول بعمق لمثل هذه الظاهرة. ببدأ في مسهلة الورقة بتعريف التصدع، ويعني يشمل مفهوم التصدع ثلاث مفاهيم فرعية أساسية. الأول عنصر بنيوي، وهذا يعطيه الديمومة والاستمرار عن الحالات العرضية والمؤقتة. الشق الثاني هو عنصر الوعي الذاتي، ويشير إلى أن المجموعة تعي أن لديها كينونة وهوية خاصة بها. وأخيرا عنصر التنظيم، وهو أن هنالك إطار منظم لهذه المجموعة أو لهذا التصدع. كما أشرت ركزت الدراسات الأولى على أوروبا الغربية، لكن أتت دراسات بعد ذلك نقلتها إلى أمريكا اللاتينية، إلى الهند، وإلى إسرائيل ومناطق أخرى من العالم. بل في دراسات انطلقت من مدخل البناء الاجتماعي، وتشير إلى أنه مفهوم التصدعات الاجتماعية هو مفهوم مرن، يعني باللغة الإنجليزية فلويد، وهذا بيعتمد على التفاعل مع البيئة السياسية الموجودة، وأحيانا له يعد آلية وظيفية. يعني الذين يريدون التحول لهوية جديدة ينظروا إلى المكاسب التي يمكن أن تتحقق بانتقالهم إلى هذه الهوية. إذا كانت الانتماء والانضواء لمجموعة جديدة سيحقق مكاسب مادية، فإن عدد من الناس سينتقلون إلى ذلك وفقا لهذه الوظيفة التي يمكن أن يؤديها الهوية، وبالتالي بهذا المدخل الهوية متغيرة متكيفة وليست جامدة وثابتة على شكل واحد. العمل السياسي بالنسبة للشباب السوداني بدأ يعني نسبيا مبكرا من عشرينات هذا القرن الماضي.
وبدأ بجمعيات معروفة في التاريخ السوداني، جمعية الاتحاد السوداني، جمعية اللواء الأبيض، ولكن بدأ العمل السياسي المنظم بتكوين مؤتمر الخريجين، وهو هذا كان مؤتمر لخريجي كلية غردون التذكارية في السودان. وهؤلاء الخريجون رغم عدم إيمانهم بالطائفية الدينية إلا أنهم سعوا في بدايات عملهم، لأنهم انقسموا إلى مجموعتين داخل المؤتمر. وكان في السودان توجد طائفتان دينيتان لهما ثغل تاريخي في السودان، هما طائفة الأنصار، طائفة الخاتمية. وللطائفتين واجهات سياسية، يعني حزب الأمة يمثل طائفة الأنصار، وحزب الاتحاد الديمقراطي يمثل الواجهة الخاتمية، والبيتين الرئيسيين البيت المهدي وبيت المرغني ما زالوا حتى هذه اللحظة. يعني في هذا التأثير الصادق المهدي كان الرئيس لوزراء السودان، وهو يمثل طائفة الأنصار وحزب الأمة، ومحمد عثمان المرغني يمثل حزب الاتحاد الديمقراطي، شقيقه كان رئيس الدولة السودانية فترة من الفترات. فالشباب في ذلك الفترة، في تلك الفترة، سعوا لأن تكون عندهم هوية طائفية، بغية المناصرة والدعم من الطائفتين الدينيتين. هذا الأمر لم يستمر كثيرا، ظهرت الأيديولوجيا في أواخر الأربعينات بظهور تيارين الشيوعيين والإسلاميين الإخوان المسلمين في السودان، خاصة في الجامعات السودانية. وهؤلاء صبغوا الصراع في الجامعات السودانية لثلاث عقود، انتقل بعد ذلك إلى المرأة وإلى العمال وإلى الشباب الذين باتوا يتصارعون وفقا لهاتين الرؤيتين. هذا ايضا هذه الهويه لم تستمر كثيرا، هذا الصراع بين الايديولوجي، بل برز بعد اخر اللي هو البعد الجهوي والاثني في السودان. وما اكدوا وغواه في تقديري هو ظهور الحركه الشعبيه لتحرير السودان بقياده الراحل جون غارنغ في عام 83، والتي رفعت شعارات انه السودان ظل فتره طويله يحكم ب يعني توجه عروبي، أن القبائل النيلية هي التي سيطرت على السودان، وبالتالي قد آن الأوان للسودان أن يحكم بغير العرب، أن يكون هناك أفريقيا أو قبائل من الرئيس أن يأتي من أصول أفريقية. وبالتالي بدأت هذه الحرب، استمرت الحرب بين الشمال والجنوب إلى أن انتهت بانفصال جنوب السودان. أيضا الصراع في دارفور أخذ بعدا إثنيا وجهويا. والصراع في دارفور ليس أمرا جديدا، لكن بتعود جذوره إلى عقود سابقة، لكن أخذ منحى عنيف في الديمقراطية الثالثة، خاصة في الفترة من 1987 إلى 1989. كان هنالك صراع بين ما عرف في ذلك الوقت بالتجمع العربي وبين قبيلة الفور، وهي قبيلة ذات أصول أفريقية. لكن هذه الحرب المحدودة انتهت بانقلاب 1989 ووصول الرئيس عمر البشير للسلطة بانقلاب عسكري. لكن التحول الذي طرأ على الصراع بتاع دارفور أنه أدى إلى الحرب تتحول من حرب داخل دارفور إلى حرب بين دارفور والمركز. وظهرت نتيجة لذلك جيش ما يسمى الآن بجيش تحرير السودان، وهو من الغرب أصلا، لكن غوابه الأساسي قبائل ذات جذور أفريقية، بتعتقد أنه أيضا العنصر العربي هيمن كثيرا على السودان، وبالتالي آن الأوان لإحداث ترتيبات جديدة في هذا الصدد. جاء اتفاق السلام عام 2005 وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية، أدى إلى فترة انتقالية 6 سنوات. لكن هذه الفترة الانتقالية تميزت باستقطاب حاد، يعني شق النظام السياسي إلى شقين، شق مع الحكومة وشق آخر ضد الحكومة. لكن أثناء هذه الفترة الهويات ما كانت جامدة، خاصة بالنسبة للأحزاب الصغيرة والتنظيمات السياسية الصغيرة، كان يسهل جدا الخروج من معسكر بالنسبة لهذه التنظيمات الصغيرة والدخول إلى معسكر آخر والرجوع مرة ثانية. وبالتالي كان يتم إعادة تعريف الهويات بسهولة بالنسبة لهذه التنظيمات الصغيرة.
لكن الصراع الأساسي ظل غائما بين مجموعتين رئيسيتين، واستمر ذلك الحال حتى بعد انفصال جنوب السودان، معسكر كبير للمعارضة ومعسكر للحكومة السودانية. كما أشرت أنه الشباب السوداني تأثر بهذه التقلبات وأخذ كل هذه المناحي. يعني عندما كان هنالك صراع طائفي بين طائفة الأنصار طائفة الخاتمية، كان لكل طائفة شباب الأنصار وشباب الخاتمية، وكان بينهم يعني صراع طائفي وسياسي على السودان، وكان حول مستقبل السودان قبل الاستغلال، هل يكون السودان جزء من مصر أم ينفصل ويكون السودان دولة مستقلة في ذلك. أيضا في فترة الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب نلاحظ أن الحكومة السودانية رفعت شعارات الجهاد، وكثير من الطلاب المدارس الجامعات التحقوا بالعمليات العسكرية في المناطق العمليات وعادوا للجامعات، وهذا أفرز يعني توتر واستقطاب حاد وأدى إلى عنف داخل الجامعات السودانية. نلاحظ أيضا أنه في مناطق العمليات الآن، المناطق اللي فيها حرب أهلية في أطراف السودان سواء كان في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب، نلاحظ بروز هذه الهوية الجهوية والإثنية بصورة يعني كبيرة، حتى أنه في دارفور هنالك تنظيم أو حركة مسلحة اسمها حركة العدل والمساواة، وجلهم من الشباب، وهؤلاء أصدروا كتابا اسمه الكتاب الأسود، يعني يحصي فيه القبائل التي تعاقبت على حكم السودان، يعني مفاصل الدولة الرئيسية من أتى منها، وقاموا بتصنيف قبلي لكل الذين حكموا السودان من 56 حتى الوقت الراهن، وخلصوا فيه إلى أنه القبائل النيلية أيضا هي المهيمنة وهي المسيطرة، وآن الأوان لإعادة يعني تقسيم وترتيب هذه الأوضاع بشكل جديد يعني يعكس تمثيلا وافيا للحالة السودانية أو الوضع السوداني. أيضا الشيء الملاحظ أنه الدراسة، في دراسة عملتها مقابلات مع مجموعات بؤرية، مجموعتين، واحدة من الشباب واحدة من الطلاب، وقدمت لهم عدد من الأسئلة، وهؤلاء خلصوا إلى أنه موضوع الإثنية السياسية هذه ظاهرة حديثة، ويعني الأكثر اللوم موجه للحكومة السودانية لأنه يعني أدخلت تطورا جديدا في التركيبة القبلية والإثنية. الشيء المتعارف في التاريخ السوداني أنه القبائل موجودة في المناطق الريفية ولديها مناطق جغرافية محددة أراضي، لكن الظاهرة الجديدة أنه في المناطق الحضرية أصبح الآن هنالك وجود لهذه التنظيمات، وهنالك بيعات تقدم من هذه التنظيمات للنظام السياسي الحاكم خاصة للحزب الحاكم، وأصبح هنالك هجرات من بعض القبائل للتنظيم الحاكم حتى يكون عندهم أثر ونفوذ، وبالتالي يعني أصبح هنالك توظيف سياسي لهذه للإثنية السياسية. يعني بالنسبة لضيق الوقت أنا سأصل إلى خاتمة هذا البحث، وهو أنه الأوضاع السياسية الموجودة في السودان أثرت على الهوية السياسية للشباب، وبدأت طائفية ثم إيديولوجية ثم جهوية إثنية، وأصبح هنالك توظيف للإثنية السياسية في المناطق الحضرية لتخدم يعني أغراض بعض النخب في المناطق الحضرية وتكون لها سند يعني في ذلك. أيضا أنه نلاحظ أن الهويات الإثنية برزت والعشائرية برزت بصورة أكبر في المناطق الصراعات الموجودة في أطراف السودان المختلفة، والشيء المتوقع أنه إذا ما تم الوصول إلى سلام في هذه المناطق ستخف حدة هذه الهوية الإثنية والسياسية، وسيكون لذلك على المدى البعيد تأثير إيجابي على قضية التحول الديمقراطي. في الجانب النظري أن هذه الدراسة أكدت ما ذهب إليه
بونزر ووثلانج كان عندهم دراسة عن إندونيسيا، ووجدوا فيها أنه الهويات متغيرة متكيفة مع الوضع السياسي الراهن، وهذا هو الحال في كما حدث في الحالة السودانية. والشيء المتوقع أنه بعد حدوث سلام في السودان ونأمل أن يكون ذلك قريبا، سيتم أيضا إعادة تشكيل الهويات بصورة مختلفة، لأنه الآن الطابع العسكري المسلح أثر تأثيرا بالغا وأدى إلى بروز هذه الهويات الإثنية والجهوية. وشكرا جزيلا. شكرا للباحث حسن على هذه المداخلة القيمة. حاول الباحث التركيز على العوامل المؤثرة في التحولات التي أصابت الهويات في السودان، وقد ركز على أزمة الهوية والتي هي في الحقيقة تطال ليست فقط السودان وإنما تطال الدول العربية الأخرى، وهي باعتقادنا أن هي لكون الأساس تشكل هذه الدول كان تشكل ليس طبيعياً، إنما هو على أسس إثنية ومذهبية وطائفية ودينية وعائلية وعشائرية وإلى ما هنالك. وقد توفق في الرابط بين الهوية للشباب السوداني وتأثرهم بالبيئة السياسية، وحيث الخشية تظل في الحرص على هذه الهوية من النزاع مع الآخر. ننتقل الآن إلى موضوع يحتل أهمية، وخاصة أنه تناوله العديد من الباحثين في سياق هذا المؤتمر، وهو عزوف الشباب عن المشاركة. وقد اختارت الباحثة عينة هي أكثر تجسيداً لحالة العزوف، كونها تطال طلاب الجامعة في الخرطوم، وهي ستكون أكثر ممثلة لحالة العزوف كونهم يشكلون الأكثر وعياً. من المفترض أن يكونوا أكثر وعياً لدورة المشاركة. فننتقل الآن إلى الورقة البحثية الثانية، وهي تحمل عنوان عزوف الشباب عن المشاركة السياسية حالة جامعة الخرطوم من 2005 إلى 2017 للباحثة عديلة أحمد تبار، وهي حاصلة على درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم، وتعمل محاضرة في قسم العلوم السياسية في الكلية. شاركت في عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية، ولها أوراق بحثية في مجال علاقات السودان الخارجية وقضية مياه النيل ومسائل الإصلاح الديمقراطي في السودان. نرجو التقيد، نذكر بالتقيد في الوقت 15 دقيقة، فلتتفضلي. أولاً شكر للسيدة رئيسة الجلسة على التقديم، وشكر للمركز العربي على إقامة هذا المؤتمر. ترمي هذه الدراسة إلى تحليل الأسباب التي أدت إلى عزوف الطلاب عن العمل السياسي في الجامعات السودانية بالتركيز على جامعة الخرطوم، وتتناول تأثيرات هذا العزوف على مستقبل العمل السياسي في السودان. اختارت الورقة جامعة الخرطوم لأنها تعد أم الجامعات السودانية، وقد كانت تاريخيا مهدا لتحركات سياسية مهمة كان لها دور كبير في مسار الحياة السياسية السودانية. تنطلق هذه الورقة من ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى: كلما زادت وتيرة الاستقطاب في السياسة السودانية ازداد عزوف الطلاب عن العمل السياسي. الفرضية الثانية: أدت هيمنة الجيل من كبار السن على العمل السياسي في السودان إلى تنامي الإحباط وزهد الطلاب في السياسة.
الفرضية الثالثة، أدى تنامي العنف في الجامعات السودانية إلى زيادة عزوف الطلاب عن العمل السياسي. نجد أن الفرضيات تركز على ثلاثة قضايا، هي الاستقطاب والجيل والعنف. المنهجية تستخدم هذه الورقة منهج دراسة الحالة، لأنه يمكن من التحليل بعمق للأسئلة المتعلقة بالكيفية، وستركز على التحليل داخل الحالة، وهذا سيمكن من تتبع مسار الظاهرة والاهتمام بالإطار السياسي والاجتماعي وتحديد أثره. قامت الورقة بعمل عدد من اللقاءات بطلاب وخريجين باتباع طريقة المجموعة البؤرية، كما قامت بعقد عدد من المقابلات مع أساتذة من جامعة الخرطوم. مفهوم المشاركة السياسية، هناك تعريفات عديدة للمشاركة السياسية، منها أنها مجموعة من الممارسات يقوم بها المواطن أو يضغط بها بقية الاشتراك في صنع وتنفيذ ومراقبة وتقييم القرار السياسي، كما يعرفها هانتيجتون بأنها نوع من النشاط يقوم به المواطنون العاديون بهدف التأثير في عملية صنع القرار الحكومي. أشكال المشاركة السياسية، هناك أشكال عديدة للمشاركة السياسية، أهمها التصويت في الانتخابات والمشاركة في الحملات الانتخابية، حضور الندوات والمؤتمرات السياسية، المناقشة السياسية وإبدال آراء فيها سواء بالموافقة أو بالمعارضة، الانخراط في عضوية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، الانضمام إلى جامعات المصلحة أو منظمات المجتمع المدني. تعريفات العزوف، يعتبر العزوف من الظواهر الحديثة التي تعقب تراجع أو انهيار المشاريع الكبيرة، فيكون توجه الفرد بالانصراف عن الشأن العام والتوجه إلى الشأن الخاص. هناك نوعان من العزوف، النوع الأول هو العزوف السياسي، ويشير إلى عدم الاهتمام بالشأن السياسي بشكل عام، أي بمعنى عدم وصول المواطن الذي هو في سن التصويت للإدلاء برأيه بإرادته الحرة من دون وجود عائق مادي أو قانوني. النوع الثاني هو العزوف الانتخابي، ويعد امتداد للنوع الأول، ويعكس الحالة التي يمتنع من خلال الناخب من المشاركة في الانتخاب. ميز الدارسون بين نوعين من العزوف، أولاً العازفون غير الملتزمين، وهي مجموعة تضم العاطلين عن العمل والعمال وصغار التجار والنساء ذوات المهن التقليدية، ويتميزون بضعف المستوى التعليمي أو انعدامه، ويفتقرون إلى الثقة في النظام السياسي. ثانياً العازفون الملتزمون، وهؤلاء جلهم من الشباب متوسطي العمر، فعلى الرغم من اهتمامهم بالسياسة إلا أنهم يرون أن السياسة نوع من أنواع الخداع، وذلك بجانب احتقارهم للمؤسسات السياسية. المداخل النظرية التي اعتمدت عليها الورقة، اللا حركات الاجتماعية تشير بشكل عام إلى الأفعال الجمعية لفاعلين غير جمعيين، فهم يجسدون ممارسات مشتركة لأعداد كبيرة من الناس العاديين الذين يؤدون أنشطتهم المتشابهة والمتفرقة، وفي الوقت نفسه يقومون بإحداث تغيير اجتماعي كبير، حتى وإن لم تكن هذه الممارسات موجهة بأيديولوجية أو بقيادة معترف فيها أو بتنظيمات. وهذه أطروحة أصف بيات التي يقول فيها أيضاً أن هؤلاء في سعيهم لتغيير وتحسين أوضاعهم الاجتماعية يقومون باختراق هادي لما هو موجود، كاحتلال أرصفة الشوارع لبيع بضائعهم، أي أنهم يقومون بخلق اقتصاد خاص بهم. المدخل النظري الآخر هو الثورة بلا قيادات، حيث يشير روس إلى عدم أهمية القيادات في العمل السياسي في الفترة الأخيرة، ويرى أن تحرك واحد أو جماعة صغيرة في نظام متزايد الترابط يمكن أن يحدث تأثيراً مهماً كالموجة التي تجر خلفها حشداً كبيراً، فالتقنيات الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي تسهل هذا الأمر. فنظرية الشبكة الحديثة تعكس قدرة الفرد على إنشاء حركة تغييرية شاملة للمنظومة كلها. المدخل النظري الأخير الذي اعتمدته الورقة التهميش والمهمشون، يرى صفياتنا الهامشية كتصنيف اجتماعي ليست بالضرورة عائقاً يكبل الأفراد، ولكن قد تكون فرصة، فالوضع الهامش لا يعد مؤشراً للضعف، لكنه يمكن أن يقدم مساحة لمعايير أخرى وحياة بديلة ومكان للراحة والقوى المضادة، يقدمه من يعدون في وضع التهميش. كما يرى أن لفظ مهمش لا يعكس فقط الفقراء والعمال ذوي الدخل المحدود، حيث أنه يمكن أن يمثل من هم في وضع ميسور، كذلك الطلاب في الجامعات يشعرون أنهم على هامش الحياة السياسية. التطور التاريخي للمشاركة السياسية للشباب السوداني،
هنالك عدد من التنظيمات السياسية التي انخرط فيها الطلاب لممارسة العمل السياسي. أبدأ بأقدمها جمعية الاتحاد السوداني بأم درمان، وهي تعد أول تنظيم سياسي سوداني أنشئت عام 1920 من 5 أعضاء كانوا حديثي السن ومن أبناء العائلات المعروفة، اتبعوا أسلوب نشر القصائد والمقالات المعادية لبريطانيا. جمعية اللواء الأبيض السوداني تكونت من عدد من الطلاب والفنيين وسقار التجار المتعلمين وسقار الضباط. بجانب نشاط المعادي الثقافي المعادي لبريطانيا كان لديها نشاط عسكري، حيث قامت بشن هجمات عسكرية على القوات البريطانية، ما أدى إلى مقتل قائد الفرقة السودانية فيما عرف بثورة 1924. مؤتمر الخريجين تكون عام 1938 من خريجي كلية قردون، ويعتبر مؤتمر الخريجين النواة الأولى التي انبثق منها معظم الأحزاب السياسية السودانية في ذلك الوقت. العمل السياسي بالجامعات منذ إضراب 1931 وحتى انتفاضة أبريل 1985. يعتبر إضراب 1931 الذي قام به طلاب كلية قردون أول عمل سياسي منظم يقوم به الطلاب، رغم أنه كان مطلبي. أسباب انطلاقاً من فرضيات الدراسة، فإن هناك 3 أسباب لعزوف طلاب الجامعات السودانية عن العمل السياسي: زيادة حدة الاستقطاب السياسي في النظام السياسي، هنالك ترابط وثيق بين البيئة السياسية خارج الجامعات والعمل السياسي داخلها، وتعد الجامعات امتداداً للعلاقة السياسية خارج سواء عن طريق الارتباط الحزبي أو عبر فروع التنظيمات السياسية داخل الجامعات، وتأثير ما يدور في المجتمع على الجامعات، أي أن البيئة الداخلية للجامعات هي انعكاس لما يحدث خارجها. ففي فترة من الفترات كان الاتجاه محاولة استقطاب طلاب دارفور باستغلال الوضع في الإقليم، مما نتج عنه نفور الطلاب عن المشاركة في العملية الانتخابية بسبب مبالغة التنظيمات في التسييس. ثانياً، هيمنة الجيل من كبار السن على العمل السياسي والتنظيمات السياسية. تعاني السياسة السودانية من هيمنة كبار السن على العمل السياسي وبقاء زعماء الأحزاب والرؤساء أماداً طويلة في الحكم، مما أحبط الشباب وزهدهم في العملية السياسية بحسبان أن المناصب العليا هي حكر لكبار السن أو من يتولى المنصب. فمنذ الاستغلال وبروز الأحزاب الطائفية على الساحة السياسية، ظل زعماء الطائفتين الخدمية والأنصار يمارسون رعايتهم الأبوية على الحزبين طوال حياتهم. كذلك الأحزاب العقادية لم تكن بأفضل حال، فقد ظل الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني والأمين العام للحركة الإسلامية السودانية في مناصبهم حتى وفاتهم. أما في السلطة السياسية، فإن معظم الذين حكموا البلاد خاصة من العسكريين ظلوا أماداً طويلة في الحكم، فالرئيس جعفر نميري بقي في الحكم 16 عام، والرئيس الحالي عمر البشير استلم السلطة عام 1989 وهو على سدة الحكم حتى تاريخ كتابة هذا البحث. ثالثاً، العنف. شهدت السياسة السودانية منذ قبيل الاستغلال نمو لأعمال العنف، فصراع الجنوب والشمال استمرت لهاء النصف القرن، ومع سن قانون قوات الدفاع الشعبي تمكنت أعداد كبيرة من المدنيين وبخاصة الشباب من الالتحاق بالعمل العسكري والجهاد الذي أعلنته الحكومة. أدى تفشي العنف السياسي في البيئتين الخارجية وداخل الجامعات إلى دفع الطلاب للعزوف عن العمل السياسي، وأكد ذلك طلاب المجموعة البؤرية. هذا العنف انعكس على العمل السياسي في الجامعات السودانية، فالملاحظ العمل السياسي في الجامعات يجد أن وتيرة العنف السياسي قد تنامت في تلك المؤسسات خلال العقدين الآخرين، وتنوعت أنماط التي وصلت إلى حد القتل، وكان ذلك من أكبر العوامل المنفرة من العملية السياسية. نرى أن أسباب حدوث العنف في الجامعات هي تكوين الاتحادات الطلابية وانتخابات الاتحادات والعلاقة مع صندوق القومي لرعاية الطلاب والرسوم الدراسية والاحتكاكات الطلابية نتيجة العمل الثقافي. لكل هذه الأسباب مجتمعة وبإجماع المجموعة البؤرية، فإنهم يرون أن التوجه للعمل الاجتماعي والانضمام لمنظمة المجتمع المدني والمنظمات التطوعية أفضل لهم، باعتبار أنه عمل في بيئة آمنة لا توجد فيها مخاطر وليس لها تبعات. نخلص إلى أن النشاط السياسي قد تدنى في العقدين الآخرين، وأظهر الطلاب عزوفا عن المشاركة في العمل السياسي. ومن التحليل الذي قدمته الورقة اعتمادا على البيانات الكيفية التي جمعتها، خلصت الورقة إلى أن هناك 3 أسباب رئيسة تكمن خلف عزوف طلاب جامعة الخرطوم عن العمل السياسي:
هي البيئة السياسية العامة في السودان وهيمنة الجيل من كبار السن على العمل السياسي وتفشي العنف السياسي. الدلالات النظرية والعملية لهذه الورقة تتطابق نتائج هذه الورقة مع دراسات عن بلدان عربية أخرى هي المغرب وسوريا، وتتفق كل هذه الدراسات في أن تأثير البيئة السياسية العامة في البلاد يأتي على رأس الأسباب التي تدفع الشباب لعدم المشاركة السياسية. وجدت دراسة قلمان والكريني أن الشباب في المغرب وبسبب البيئة السياسية العامة غير المشجعة قد لجأوا للعمل الجمعي الاجتماعي، وهو واقع خلصت له هذه الورقة في حالة جامعة الخرطوم. سيكون لهذا العزوف تأثيرات سالبة على العمل السياسي، إذ أن الممارسة السياسية ستفقد عددا مقدرا من الأشخاص المؤهلين والقادرين على الإطلاع بواجبات الحياة العامة. ختاما، فإن هذه الظاهرة تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة. شكراً للباحثة عديلة على هذه الورقة البحثية، وهي حاولت التركيز على ثلاث نقاط رئيسية: على دور الاستقطابات السياسية في عزوف الشباب والطلاب عن المشاركة، وكما ركزت على دور كبار السن ووجودهم خصوصاً الأحزاب الذين برأيها يترأسون المناصب والذين يؤدون إلى العزوف عن مشاركة الطلاب. وأيضاً النقطة الأخيرة ركزت على العنف وخصوصاً داخل الجامعات وممارسته، والذي قد يصل إلى حد القتل وأثره على عزوف الشباب. ننتقل ونشكر الباحثة على التزامها في الوقت، وننتقل إلى الورقة الثالثة حول الحقل الشبابي في السودان وإعادة تشكيل المجال العام، بحث في ديناميات الفعل الجمعي ورهانات الحضور العمومي، للباحث أشرف عثمان الحسن، وهو باحث سوداني حاصل على درجة دكتوراه في 2009، يشغل منصب أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية، وهو رئيس المؤسس لوحدة البحث العلمي والنشر في الكلية. شارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية، ونشر له عدد من الدراسات تنوع بين دراسة العنف الطائفي والمنازعات الإثنية وتحليل جوانب أزمة الدولة في المنطقة العربية. فلتتفضل. مشكورا. طيب، تحياتي واحترامي للجميع، وشكري للمركز ورئيسة الجلسة، ونهار سعيد لكم جميعا. الورقة بدأت بملاحظة تأسيسية، هي أن الموجة البحثية التي تركز على الشباب والتي انطلقت ما بعد 2011 من تكاتف الاشتغال على دراسات الحقل الشبابي، اقتصرت في غالب تجلياتها على تحليل أشكال الفعل السياسي، وأعني هنا بمعناه المباشر. الورقة تشاطر طبعا تلك الكتابات اقتناعها بالأهمية الفائقة لدراسة تلك الحركات، لكنها تود أن تقترح أن التركيز التحليلي شبه الحصري على حركات منازعة السلطة ليس من شأنه أن يمنحنا القدرة دائما على فهم الرهانات وتتبع الديناميات المتضمنة في الشباب كحقل. التركيز على الحركات ذات النضالات التنازعية دفع صوب إهمال تجلي آخر من تجليات الحقل الشبابي المتحول بوتائر سريعة، وهي الرهانات التي طرحتها أو تطرحها حملات تبدو في المعاينة الأولى على الأقل غير مسيسة. افتراض الورقة الذي تزعى إلى مناقشة حدود صحته يركز على أن السلطة بإضعافها أو تأميمها للمجتمع المدني، السلطة في السودان يعني بإضعافها أو تأميمها للمجتمع المدني بمعناه المؤسسات، وبتقليصها الدولة إلى مستوى أجهزة الغمح فيها، كانت توفر الشرط الملائم لدفع كتلة شبابية كبيرة صوب البحث عن أشكال أخرى تصلح أداة للفعل المستغل. غياب المجتمع المدني المؤسس سيفسح المجال أمام أشكال جديدة من الحراك المجتمعي، سيتكفل إحباط ناتج عن الانتقال السوداني المجهض مع الغمع الذي تعرضت له انتفاضة الشباب في سبتمبر 2013
مضافاً إليه المآلات التي انتهى إليها الربيع العربي في بعض أجزائه والتي انتهى كحروب هوبزية. سيتكفل العاملان معاً بإحداث تحولات أفترض أنا أو تفترض الورقة أنها جذرية في الحراك الشبابي. فمنذ ذلك التاريخ بدأ الحراك ينزع عن ذاته بعده الاحتجاجي، وبدأ يتسارع تحول الشباب عن حركات اجتماعية جسدتها التغيير الآن وقرفنا. سنحتاج إلى ترجمة أو شرح المصطلح بتاع قرفنا. قرفنا من الغرف، يعني بالإنجليزية وفيدب كانت جسدتها قرفنا كشكل للحركة الاحتجاجية بمعناها القصوي إلى مجموعات جديدة بدأ الشباب عبرها في اقتراح شكل جديد للمقاومة، لا من خلال حملات نضالية مسيسة وإنما من خلال تجذير حضورهم ضمن المجال العام. مسار تلك المجموعات، يعني المجموعات متعددة أولاً ومساراتها متنوعة تختلف هواجسها ورهاناتها من مجموعة إلى أخرى، لكن ثمة قاسم مشترك ستزعم الورقة وترجو أن اشتغالها على إحدى تلك المجموعات وهي تحديداً مجموعة شارع الحوادث وهي راهناً أكثر تلك المجموعات انتشاراً، ترجو أن اشتغالها على تلك المجموعة بالذات سيكون كافياً لإبراز ذلك القاسم المشترك، كما تأمل أن الإمساك بذاك الرهان المشترك سيوفر مدخلاً لدراسة الحقل الشبابي في السودان والقيام بتحليل ديناميات وتوتراته، بما يمهد للاقتراب من سؤال إن كنا إزاء تغييرات في آليات اشتغال الحقل وتفهم بالمعنى الفيبري للكلمة، إن كان ذاك التغيير بفرض حصوله يعد بإعادة بناء الفضاء العمومي ذلك الذي يحكم العلاقة بين الدولة والمجتمع بما يكبح سحق الأولى للثاني ويعيد في الوقت ذاته ترميم الدولة. السؤال الأول الذي واجهته الورقة كان هو سؤال مفهمة تلك الحملات أو تلك المجموعات، أي تعيينها ضمن سجل بحثي ملائم. كان السؤال تحديداً هو إن كانت الأطر التحليلية التي يزودنا بها المصطلح حركات اجتماعية غادر على تتبع الديناميات والإمساك بالرهانات الثاوية وراء الظهور العمومي لمجموعات غير تنازعية، أم أننا سنكون بحاجة إلى مسارات نظرية بديلة ربما. غادت محاولة تفحص نظرية الحركات الاجتماعية إلى تصويب النظر صوب أعمال ألان تورين بالذات. بالنسبة لتورين كما لآخرين تشارلز تيلي مثلاً، فإن الحركات الاجتماعية هي فئة خاصة جداً ضمن مجموعة واسعة من المطالبة. هذه الحركات تتحدد بإرادة الحصول على حقوق. في حالة الحركات الاجتماعية الجديدة ستكون تلك الحقوق هي غير اقتصادية مبدأً. الحركة الاجتماعية في تحديد تورين لها هي فعل جماعي تنازعي، تتميز الجديدة منها بفعلها الجمعي خارج الفضاء الاقتصادي. ما يبقى ثابتاً وقررت الورقة لا إمكانية غض النظر عنه هو أن الحركة الاجتماعية كائناً ما كان شكلها وقوتها تتحدد على أنها فاعلة نزاع. هذا المكون بالذات هو ما افتقدته الورقة في الفعل الشبابي غير الاحتجاجي. يكون السؤال مع غياب سياسات الاحتجاج حول إمكانية موضعة فعل يتبع منطق ومسار مختلفين ضمن جغرافيا المصطلح حركة اجتماعية، ما لم نحدد الحركة الاجتماعية بمصطلحات بالغة العموم. عندها اقترحت الورقة أن المصطلح سيتحول إلى غيد مفاهيمي يعترض سير وتشكل الأسئلة البحثية. حاولت الورقة معالجة موضوعها انطلاقاً من منظور مختلف وهو الذي يعرضه آصف بيات أيضاً. مصطلح اللاحركات الاجتماعية تغر الورقة بأنه مصطلح ديبيتابل قابل للنقاش ومصطلح إشكالي في حد ذاته، لذلك سأكون ممتناً جداً إذا تعرض لمزيد من النقاشات هنا. ما تهتم به الورقة ضمن ما يعرضه آصف بيات وتعتقد بإمكانية استثماره هو تحديداً مصطلح الزحف الهادئ، ذاك الذي لا يعبر عن سياسة لتجسيد المطالب الاجتماعية بمعنى سياسة احتجاجية. إنه أي الزحف الهادئ على العكس من ذلك خليط من الفعل المباشر ذي الطابع الفردي والجماعي والمتحرك ضمن شرط سوسيو-سياسي مرتبط مفصلياً بتسلطية الدولة وانغلاق المجال السياسي. التعبير الأساسي لأولئك الزاحفون ليس سياسة الاعتراض
بل سياسة الحضور. لمراعاة مسألة الزمن سأحكي لكم سريعاً الفصول الأخيرة من حكاية شارع الحوادث. في صبيحة 16 من مايو 2015 تقدمت سيدة سودانية هي بائعة الشاي أم قسمة، تقدمت لتغص الشريط إذاناً بافتتاح غرفة للعناية المكثفة في أحد مستشفيات الأطفال العمومية بأم درمان. غرفة العناية المكثفة تلك كانت مشروعاً لمجموعة شبابية ظلت تنشط منذ العام 2012 في مساعدة الأطفال ممن لم يعد ذويهم غادرين على تحمل تكلفة العلاج، في سياق بدأت الدولة فيه تغسل يديها من تقديم تلك الخدمات بشكل مجاني، وبات ممكناً خلاله معاينة الخوصصة وهي تلتهم تدريجياً غطاءً صحياً كان مملوكاً للعامة. راهناً تضم تلك المجموعة أكثر من 2000 متطوع ينشطون في الخرطوم بمدنها الثلاث وثماني عشر مدينة أخرى. راهناً أيضاً تستقبل المجموعة حوالي 1000 وصفة دوائية يومياً، يعني تتكفل بدفع تكلفة حوالي 1000 وصفة دوائية يومياً. لديها ما يتجاوز 100,000 متابع ومتبرع على صفحاتها على الفيسبوك. لقد مضت الشوارع أبعد بكثير مما توقعته مجموعة المؤسسين، لكنهم لا يزالون مستمرين في فرض نضالاتهم اللامؤسسية انطلاقاً من زوايا في الشارع بالمعنى الفيزيقي. غبالة كل مستشفى ينشطون فيه، هم ليسوا مؤسسة وليسوا منظمة مجتمع مدني، ليس لديهم حساب مصرفي، ليس لديهم اعتراف قانوني، وليست لديهم رئاسة. يمضون لاستكشاف فضاءات جديدة يؤكدون من خلالها على حقهم في الحضور، على حقهم فقط في أن يكونوا مرئيين ومسموع الصوت. بالانتقال إلى محاولة تأويل الحكاية أو ما وراء الحكاية، الخطاب البحثي المتشكل حول الظاهرة يعني ستلاحظون أنه يتقاطع مع بعض ما غيل خلال الجلسات السابقة. الافتراض الأول يركز أو يبدأ التحليل انطلاقاً من الزيادة الحادثة على مستوى الوزن الديموغرافي للشباب السوداني. بدون تفصيلات سأعترض مباشرةً على الفرضية التي تركز على الوزن الديموغرافي، على اعتبار أن الفرضية باستغراقها في الديموغرافيا ونزجها لخيوط تماهي بين الشباب كمعطى بيولوجي والشباب كمعطى اجتماعي لن تكون قادرة في نظري على تفسير تحولات الفعل الجمعي، لأنها ببساطة غير قادرة على الإمساك بالمتغيرات التي حولتهم من فئة عمرية إلى فئة اجتماعية، وهي اللحظة التي يتحولون معها إلى كائنات قادرة على اكتساب وعي ذاتي وعلى إظهار هذا الوعي. هي اللحظة التي يبدأون فيها بإدراك ذواتهم المبعثرة كذات فاعلة، أو على الأقل النضال كي تكون كذلك، وهو ربما ذلك الفرق الذي كان قد دفع لبيير بورديو إلى اقتراح أن الشباب مجرد كلمة. ثمة اقتراب ثاني يلجأ في تفسيره للفعل الجمعي للشباب إلى التركيز على استمرارية الفعل، معيداً غرس فعل كالذي تقوم به مجموعة شارع الحوادث ضمن تاريخ التضامن التقليدي. وفقاً لوجهة النظر السابقة إن الظاهرة ظلت موجودة في المجتمع وثقافته، وإنها في تمظهرها الراهن مجرد امتداد لإرث قديم عند المجتمعات السودانية في عون المحتاجين. مرة أخرى ستحتج الدراسة بأن الفعل الجمعي للأطر الشبابية بغض النظر عن الأشكال القديمة التي يتخذها هو في تأويل الورقة فعل حديث، بمعنى أنه ليس امتداداً طبيعياً لأشكال تضامن وتعاون تقليدية. افتراض الاستمرارية يغفل في نظري معطى حاسم هو لا عمومية نظام التضامن المشتغل في تلك الأشكال التاريخية. الاختلاف الذي تحجبه فرضية التواصل هو بين نسقين متمايزين، أحدهما تقليدي تقوم فيه العلاقات على رابطة الدم والغرابة أو وحدة الانتماء وتتوارى فيه ذاتية الفرد وراء سلطة النحل، ونسق حديث تقوم فيه العلاقات على التعاقد. الاقتراح الثالث هو استمعنا إلى بعض تجلياته، هو الذي يركز على حالة الإحباط من أداء الأحزاب السياسية. الاقتراح مبدئياً يعني يبدو أنه يمتلك بعض القدرة التفسيرية، لكن تلك القدرة كان من الممكن أن تكون فعالة لو كنا بصدد تفسير الحركات الاحتجاجية للشباب التي تبدو استجابة مباشرة للسياق تبدو فيه
صياغة السوداني تبدو فيه أزمة أحزاب المعارضة وعثراتها رديفاً لأزمة حزب السلطة. لكن سأسأل إن كان ذلك المدخل لن يفقد بعض تلك الفعالية عند استخدامه في محاولة فهم الانزياع عن السياسي في كليته وليس الانزياع عن الحزب فقط. السؤال هو لماذا انتهت مجموعات غير نضالية كمجموعة شارع الحوادث مثلاً بالصيرورة بنية حاضنة للفعل الشبابي؟ الورقة ستقترح مسارين لفهم تلك التحولات. المسار الأول هو ما يأخذ ضمن اعتباراته ما يمكن وصفه بالتضخم المؤهلاتي لدى الشباب أو حالة لا تناسب بين التطلعات التي حفزتها تلك المؤهلات من جهة تركز على توازي زيادة أعداد الخريجين والتناقص الفعلي لقيمة تلك الشهادات. نحن هنا إذا تدهور حاد في الرأسمال الثقافي الذي يحوزه الشباب ويفترض به تأمين الاعتراف لهم داخل الفضاء الاجتماعي، اضمحلال رأس المال ذاك أفضى إلى تغيير أنساق المواقع الاجتماعية وسيطلق بالتالي سلسلة تغيرات كف معها الحقل والهابتس المتواشج مفاهيميا وإمبريقيا مع الحقل عن كونهما متناغمين. نحن هنا إذا إعادة تكييف للعمل التطوعي تحول معها إلى رأس مال اجتماعي بديل تؤهل حيازته لنيل القبول داخل الحقل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن شارع الحوادث بمعناه الفيزيقي الواقع في غلب الخرطوم والممتد لحوالي كيلومتر واحد يكثف في تأويل الورقة الضمور الذي طال المجال العام، فهو الشارع الواقع بين مشفى عمومي بات عرضة للتخلي عنه من قبل دولة مسنودة برؤية نيوليبرالية ومظاهر دينية ومجموعة من المشافي الخاصة في الجانب الآخر للشارع تعلن لوحاتها المضيئة سيطرة رمزية على معظم المجال واستعداداً للسطو على ما تبقى. إذا كان الشارع خشبة مسرح يظهر ويستعرض عليها وفيها الفاعلون الاجتماعيين أنفسهم وقدراتهم ويؤدون عليها ومن خلالها أدوارهم، فإن الفعل التطوعي المنظور إليه في قراءة الورقة كفعل مقاومة يومية، وهنا أقتبس من جيمس سكوت، عبر حضوره الدائم في الشارع العمومي وتقديمه فرجة علنية مباشرة تتوسع معها دائرة المقاومة اليومية خارج الدوائر المباشرة، هو محاولة افتكاك للمجال العام الخاضع للسلطة من جهة والمهدد بالابتلاع من القطاع الخاص في الجهة الأخرى. سأمضي مباشرة إلى الخاتمة. ضمن أي مسارات ستمضي تلك البدايات هذا ما يصعب التنبؤ به بدون مجازفات منهجية كبيرة. قد تنجح السلطة في مرحلة ما في دمج فعل الشباب ضمن منطقة القوة الخاص بها، وقد يتمكن الشباب المسلحون بفن الحضور من تفادي ذلك وتوسعة نطاق ممكنات فعلهم. ما يبدو واضحاً أنهم حتى الآن قد تمكنوا من تقديم طريقة جديدة لصنع سياسة بدون سياسيين. الورقة مطمئنة فقط إلى أنهم في الأثناء سيستمرون على قول شعري لمحمود درويش في فعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، سيستمرون في تربية الأمل، فهم في الأخير كغيرهم ربما من شباب المنطقة العربية ينشطون ضمن حالة حصار. شكرا. شكرا جزيلا. حاولت الورقة أن تبحث في أشكال أخرى للمشاركة في الحقل المتحول بسرعة، وهي أشكال صنفها الباحث غير سياسية وتتجلى بفعل جمعي شبابي غير نزاعي. وقد تمنى إثارة النقاش حول هذا الطرح، وسأنطلق من جانبي بسلسلة من الأسئلة علّها تفيد في إثراء النقاش. السؤال الذي يطرح: كيف يمكن للباحث أن يستخدم مفهوم الحقل والذي يعرفه بورديو؟ يبدو الحقل الاجتماعي كمجال نزاعي يسعى فيه المهيمنون إلى إعادة إنتاج هيمنتهم وينزع منه سمة النزاع. وهل من حقل من دون نزاع؟
حتى لو توسل الشباب قضايا غير سياسية مباشرة، فمثلاً قضية النفايات في لبنان هي قضية بيئية وتحولت إلى نزاع، وهل النزاع يقتصر أساساً إلى نزاع مع السلطة؟ فقد تكون النزاع مع المجموعات نفسها التي أثبتتها تجارب شبابية أخرى. أسئلة كثيرة نفتح الآن. نفضل أن نزرع لديك الوقت أن نستكمل مع الباحث الرابع وثم نعود لنقاش الأوراق الأربعة. معنا الجلسة بعنوان تأثير الشباب المتصاعد في صياغة الانتقال الديمقراطي في الصومال للباحث عبد الرحمن محمود عيسى، وهو دبلوماسي وباحث صومالي حاصل على دبلوم الدراسات الدولية والدبلوماسية من الأكاديمية السورية الدولية في دمشق، فضلاً عن دبلوم الدراسات الدبلوماسية من مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية في أبوظبي. عمل ملحقاً تجارياً في السفارة الصومالية بدمشق. شارك في عدد من المؤتمرات الدولية والإقليمية، وله بحوث تناولت علاقات الصومال الخارجية وقضاياها الدولية والدبلوماسية. فلتتفضل معك 15 دقيقة. شكراً رئيس الجلسة وللزملاء المحاضرين وللإخوة الحضور، والشكر موصول للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وخاصة فرعه في تونس. الورقة معنونة بتأثير الشباب المتصاعد في الانتقال الديمقراطي في الصومال، تختلف نوعا ما عن الأوراق التي عرضت في هذه الجلسة، لأنها ستبحث عن ما بعد الثورة وكيفية بناء الدولة نظرا لوضع الصومال الفريد من نوعه. سأحدثكم عن لمحة عن الصومال حتى نفهم ما بعدها. الصومال طبعا مر بخمس مراحل مختلفة. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الاستقلال، وتمتد يعني التاريخ السياسي الحديث يبدأ من 1943 حتى الاستقلال عام 1960. بعد الاستقلال عن إيطاليا مر بمرحلة حكم مدني برلماني من 1960 حتى 1969، عندما حدث انقلاب عسكري متناغما مع عصر الانقلابات في أفريقيا وفي العالم الثالث، استولى على إثرها العقيد محمد سياد بري الحكم وحكم 21 سنة بالحديد والنار، وسقط في عام 1991 بفعل ثورة شعبية عارمة سبقت ثورات الربيع العربي بنحو عقدين من الزمن. هذه الثورة أطاحت بالنظام وأطاحت معه بمؤسسات الدولة أيضا. بعد ذلك غرق الصومال في الفوضى العارمة بنحو عقد من الزمن من 1991 حتى عام 2000. في عام 2000 اجتمع الصوماليون في مؤتمر في مدينة في جيبوتي اسمها عرتا. هذه المدينة حاول الصوماليون استعادة دولتهم وتمثيلهم في المحافل الدولية، ونجحوا في إعلان دستوري عام 2000، وانطلقت المرحلة الانتقالية، وهذه المرحلة انتهت بعام 2012 حينما انتخب الرئيس حسن شيخ محمود والتصويت على دستور مؤقت للبلاد. وبعد أربع سنوات فاز الرئيس محمد عبد الله فرماجو في بداية هذا العام في فبراير كما سأحدثكم بعد قليل. سأبدأ مباشرة بالورقة، والمحور الأول سيتحدث عن أسباب سقوط النظام العسكري وسنوات الحرب الأهلية. طبعا استولى العسكر على مقاليد الحكم في البلاد عام 1969 وأطاحوا بالنظام المدني الفتي وعلقوا الدستور، وذلك بذريعة تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفرد.
إلا أن هذه الوعود بعد مرور سنوات طويلة لم يتحقق شيء منها، وذهبت أدراج الرياح، وأصبحت الدولة معتمدة على المعونات الخارجية، وتدهورت الحريات العامة والكرامة الإنسانية بشكل فاضح، حتى ثارت فئات الشعب ضد النظام الذي واجههم بالقمع والتخويف والتشريد كعادة الأنظمة الشمولية الاستبدادية المعروفة. وطبعاً تتعدد أسباب سقوط النظام العسكري، ولا أريد أن أفصل فيها نظراً لضيق الوقت، ولكن أقتصر بثلاثة عوامل أدت إلى هذا السقوط. أول عامل هو احتكار السلطة وغياب الديمقراطية. العامل الثاني هو الفشل في التنمية المستدامة وإنهاء الفقر أو الحد منه. والعامل الثالث والأهم هو انتهاج سياسة خارجية متهورة مما عجل في انهيار النظام العسكري وسقوط مؤسسات الدولة، وحل الجيش الصومالي باعتباره جيش القائد كما حدث في عدد من البلاد العربية. طبعا الفصائل المسلحة التي أسقطت النظام دخلت فيما بينها تصفية حسابات، ومارست سلوكيات أسوأ من النظام نفسه، كما تعرفون مثل حالات حدثت في مثل ليبيا وغيرها من الدول العربية. طبعا سقوط النظام العسكري في الصومال تزامن مع انهيار النظام الإثيوبي أيضا المجاور يعني نظرا، إلا أن الفرق كان تداعي مؤسسات الدولة في الصومال، بينما جدد النظام نفسه في إثيوبيا. السبب يعزى إلى أن الصومال يعاني من أزمة هوية في محيطه الإقليمي بين الانتماء العربي والانتماء الإفريقي، فلا هو عربي مثل بقية الدول العربية ولا هو إفريقي مثل بقية الدول الإفريقية. فهذه أزمة الهوية أدت إلى عدم الاهتمام به، وخاصة أن الانهيار أيضا تزامن مع انهيار الاتحاد السوفيتي وانشغال العالم بقضايا كبيرة جدا، لذلك لم يجد من ينتشلهم من هذه الفوضى حتى وصل عام 2000 واستعاد مؤسساته الدولية. انتقل للمحور الآخر وهو الملامح الفكرية لمراحل بعد سقوط النظام العسكري. طبعا بعد سقوط النظام العسكري واندلاع الحرب الأهلية تحت عنوان الهويات العشائرية، برز إلى السطح اتجاهان فكريان متصارعان على الحكم، وهما تيار الحركات الإسلامية والتيار المدني، وكانت الغلبة للاتجاه الإسلامي في أغلب الأوقات لأنه أكثر تأهيلاً وموارداً وقدرةً على استقطاب الجماهير وقرب من الشارع بحكم هيمنتهم على المؤسسات الاجتماعية وهيمنة الفئات الشبابية على قياداتهم. ومن هنا ظهرت المحاكم الإسلامية لملء الفراغ وتعويض النظام، غياب النظام والقانون بالأحرى. هذه المحاكم كانت جهد أهلي يعني بحت في بداية الأمر، إلا أنها بعد فترة تحولت إلى مؤسسة بديلة عن الدولة، وأصدرت يعني كسبت ثقة الشعب بها، وبعد وذلك نظرا لفشل الحكومات التي شكلت في الخارج، بدءا من حكومة عرتا التي رأسها الرئيس عبد القاسم صلاد حسن، والذي لم ينجح بشيء إلا أنه نجح باستعادة الصومال مكانته الدولية والإقليمية وتمثيله في المحافل الدولية. وبعد ذلك انتخب الرئيس عبد الله يوسف أحمد في مؤتمر آخر بكينيا، وهو الآخر أيضا لم ينجح إلا باستدعاء القوات الإثيوبية التي تدخلت لصالحه، حينما تمددت المحاكم الإسلامية وسيطرت على العاصمة وجنوب ووسط الصومال، عندها شكلت خطر على هذه الحكومة التي اعترف المجتمع الدولي بها.
سعى عبد الله يوسف أحمد إلى التفاوض مع اتحاد المحاكم الإسلامية، ولكن هذه المفاوضات كانت برعاية جامعة الدول العربية وعقدت بالخرطوم، إلا أن الفصيل الذي كان منضوي تحت اتحاد المحاكم الإسلامية الذي هو حركة الشباب المجاهدين أفشل الاتفاق بعد أن كاد أن يصل إلى تفاهمات كانت كفيلة بتجنيب الصومال مآسي كبيرة جدا. وبعد ذلك تدخلت القوات الإثيوبية وأطاحت باتحاد المحاكم الإسلامية، وبسط عبد الله يوسف سيطرته على العاصمة ودخل القصر الرئاسي، إلا أنه لم ينجح بتشكيل مؤسسات الدولة مثل الجيش وغيره. أنتقل إلى المحور الآخر وهو مسار الانتقال الديمقراطي. طبعا هذا المسار كان ثلاث محطات. محطة تبدأ من مؤتمر عرتا عام 2000 الذي استعاد الصومال بموجبه وعاد إلى المجتمع الدولي، وكان برئاسة الرئيس عبد القاسم صلاح حسن. الرئيس كما بينت لم ينجح إلا باستعادة الصومال مكانته الدولية وتمثيله في المنظمات الدولية والإقليمية. بعد ذلك الرئيس عبد الله يوسف أتى إلى السلطة وابتدع النظام الفدرالي أو الاتحادي. هذا النظام بعد أن فقدت الثقة بين الصوماليين كنزاع على عشائري أو اتجاهات فكرية، لم يكن بد من تطبيق النظام الفدرالي لاستعادة الثقة بين الشركاء والفرقاء السياسيين. بعد ذلك حدث استقطاب سياسي حاد بين الفرقاء الصوماليين، أدى بموجبه إلى ضغط المجتمع الدولي على عبد الله يوسف على الاستقالة، واستقال قبل أن يكمل دورته. وبعد ذلك انتخب الرئيس شريف الشيخ أحمد الذي هو كان قائد اتحاد المحاكم الإسلامية. هذا الرئيس نجح نسبيا في طرد حركة الشباب من محيط العاصمة ومن مناطق محيطة بالعاصمة جدا، ولكنه ونجح أيضا بالتصديق على دستور مؤقت بموجبه تم انتخاب الرئيس الذي خلفه، وهو خسر الانتخابات. الرئيس الذي خلفه هو الرئيس حسن الشيخ محمود، انتخب لأول مرة بعد 43 عام من انتخابات من انتخاب آخر رئيس أطيح به بال 69، انتخب بالصومال بالعاصمة مقديشو. هذا كان في عام 2012. الرئيس عبد الحسن الشيخ محمود أيضا نجح بتكوين الولايات الفدرالية الست، ولكنه بعدما دخل الاستحقاق الانتخابي خسر الانتخابات لصالح الرئيس الجديد الآن الذي هو في سدة الحكم، الرئيس محمد عبد الله فرماجة، الذي سأتحدث عنه في المحور الأخير من الورقة. طبعا التحديات في طريق الانتقال السياسي، هناك عدة تحديات، ولكن نظرا لضيق الوقت سأقتصر على المحاصصة العشائرية. المحاصصة العشائرية شبيهة بالمحاصصة الطائفية في لبنان، بموجبها قسم المجتمع الصومالي إلى خمس كتل عشائرية، أربع كتل منها تحصل على حصص متساوية وتسمى بالكتل العشائرية الكبيرة، والكتل الخامسة تحصل على نصف حصة في البرلمان. هذه المحاصصة هي عقبة رئيسية على طريق الانتقال الديمقراطي. نظراً لضيق الوقت سأنتقل مباشرة إلى المحور الأخير من الورقة، وهو دور الشباب في فوز الرئيس محمد عبد الله فرماجو. كما تعرفون الرئيس محمد عبد الله فرماجو فاز بالانتخابات التي
حدثت ببداية هذا العام في فبراير. طبعا الشباب التفوا حوله وكانوا السبب الرئيسي في فوزه، وذلك بنشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، وذلك نظرا لدخول نسبة كبيرة من الشباب في البرلمان. طبعا أود أن أنوه أن الانتخابات في الصومال ليست انتخابات مباشرة، إنما هي انتخابات غير مباشرة، البرلمان هو من ينتخب الرئيس. لذلك دخل عدد كبير جدا، يعني نسبة 30% أو أكثر دخلوا على البرلمان، وكانوا السبب الرئيسي في فوز الرئيس محمد عبد الله فرماجو في سدة الحكم. وهناك أسباب كبيرة جدا أخرى أدت إلى فوزه لا مجال لذكرها، أظن أن الوقت انتهى. في خاتمة الورقة أود أن أؤكد أن الشباب يشكلون عمود فقري ويلعبون دور مهم في الانتقال الديمقراطي، وذلك قديما وحديثا. فقديما حزب رابطة الشباب الذي تأسس عام 1943 أسسه 13 شابا صوماليا لا يتجاوز العمر الواحد منهم 30 عام، والآن يكررون نفس التاريخ القديم، وانتخبوا الرئيس الجديد. أود أن أحترم الوقت، الوقت انتهى، شكرا. شكرا للباحث، حاول التركيز على دور الشباب في إسقاط النظام العسكري وربط بين ظروف الموضوعية من انهيار المعسكر الاشتراكي والأثيوبي وبين الظروف الذاتية لدور الشباب في إسقاط النظام، ولكنه أضاء على التركيبة الطائفية التي تقف دون الوصول إلى تحول ديمقراطي في المجتمع الصومالي. مشكور. نفتح الآن باب النقاش على أن لا يتعدى من قبل، سنأخذ من قبل المداخلين 10 دقائق فقط، ونفتح 5 دقائق للرد من قبل المحاورين. فليتفضل من يريد. أوكي، دكتور مهدي. الاسم؟ ياسر. نعم. محمد. تفضلي. حرشيني. تفضل. كمال. تفضلي. فرح. محمد. أوكي، نبدأ مع الدكتور مهدي. شكرا للمتدخلين الأربعة لأنهم قدموا لنا مداخلات. قادمة من مناطق قصية وربما ليس لنا علم وليس لنا إلمام كافي بهذه الحالات وأساسا الحالة السودانية والحالة الصومالية، ولكن استوقفني بحث الزميل القادم من الصومال دكتور عبد الرحمن عيسى، فأطرح الأسئلة التالية. طبعا البحث ربما لم يكن متوازي بين التاريخ السياسي المتقلب للصومال من الأربعينات وبين دور الشباب، ولذلك ظلت المعلومات غير دقيقة ربما لضيق الوقت هذا. أسأل، لماذا التف الشباب حول الرئيس أرناد مثلا؟ هل لأن خطابه كان خطاب يستجيب لتطلعات حاجات الشباب، أم لأسباب عرقية قبلية؟ ما هي الإيديولوجيا
التي ربما استطاعت أن تستقطب هؤلاء الشباب؟ وأساساً هل هناك اختراقات قبلية طائفية؟ الملمح العام، ملامح هذا الشباب لأنك تتكلم عن شباب صومال بصيغة الجمع، وهذا فيه أحياناً طمس للهويات المتعددة والانتماءات والاختراقات الطبقية والاجتماعية والقبلية للشباب الصومال الذي يقف وراء الرئيس الحالي. وشكرا. شكرا دكتور مهدي. ننتقل لياسر. السلام عليكم. ياسر فتحي، باحث مصري في الاستنباط. سؤالي للدكتور حسن بخصوص صراع الهويات، يعني الربيع العربي في ظاهره لم يحمل شعارات يعني هوياتية تقليدية، يعني سواء حتى أيديولوجية لم يحمل هذا الأمر، حمر شعارات الحرية والعدالة والكرامة والتغيير إلى آخره. السودان معروف أنه مجتمع سياسي، الوعي السياسي فيه قديم، يعني لماذا لم تنتج هوية، يعني إن صح التسمية، يعني جديدة أو برامج جديدة تتجاوز هذه الأيديولوجيات؟ يعني أعتقد أن شكرا ياسر. محمد. شكرا جزيلا للمتدخلة وللمتدخلين. بعجالة، السؤال الأول للدكتور الحسن الحاج علي، هل تساعدنا تاريخية نشأة السودان على فهم هذه الأزمة المزمنة؟ يعني تقريبا على فكرة السودان والصومال وهذه الدول وغيرها من الدول العربية وبعض الدول الأفريقية تثير إشكالية تدبير الاختلاف، كيف ندبر اختلافاتنا؟ وهذه مسألة في غاية الأهمية والخطورة. لكن هل لنشأة هذه الدول، لأن المشكلة هذه في إفريقيا وفي الدول العربية، هل لهذه النشأة دور في هذه المسألة؟ والسؤال للأخ الصومالي، أين تتموقع أرض الصومال من هذا الخلاف؟ وهل نجحت في بناء ذاتها لأنها مجموعة منسجمة مثلا قبليا عرقيا إلى آخره؟ وشكرا لكم. شكرا. محمد كرشامي تفضلي. في الحقيقة ليس لدي سؤال، وإنما فقط تعقيب على مداخلة الأستاذة عديلة أحمد. تقدمتم في هذه المداخلة بدراسة أهم الأسباب التي ساهمت في عزوف الشباب عن المشاركة السياسية التي تعود للبيئة السياسية في السودان، وكذلك تعود إلى هيمنة جيل كبار السن على العمل السياسي، وكذلك تفشي العنف السياسي. فإذا قارنا المجتمع السوداني بالمجتمع التونسي نلاحظ أن هناك تقارب بين يعني الأسباب التي ساهمت في عزوف الشباب عن المشاركة السياسية في تونس. أن وضحت بعتقد يعني مو معنا وقت. شكرا لك، وضحت المداخلة، لأن احنا محصورين بالأسئلة فقط يعني، بس تعقيب واضح. شكرا لك. ننتقل لكمال. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي إلى الأستاذ عبد الرحمن، ما الذي قاد الصومال إلى هذا التعثر في بناء الدولة الديمقراطية، مع أنها كانت أول الدول العربية التي حصل فيها تغيير من نظام عسكري إلى نظام مدني؟ وشكرا. ننتقل إلى فرح. التركيز على الأسئلة لا على المداخلات. سؤالي إلى دكتور أشرف الحسن على هذه المداخلة الرائعة التي تبحث عن السياسة بعيدا عن السياسة، فكنت أريد أن تستطرد قليلا إن أمكن عما تقوله لنا هذه المجموعة المدروسة عن الإحباط في مواجهة الدولة وليس فقط في مواجهة السياسة الرسمية والأحزاب، وأنضم إلى دعوة حضرتك بضرورة يعني تنمية أدوات جديدة لدراسة الأشكال المختلفة من الأفعال الجمعية في المجتمعات العربية. شكرا. شكرا لك. المداخلة الأخيرة لمحمد. سؤال مباشر للأستاذة عديلة، يعني في آخر
الورقة التي وقع تقديمها يعني استنتجت كون أسباب العزوف تعود إلى 3 أسباب رئيسية لا فائدة في عد ذكرها، ولكن هل يمكن تعميم نتائج هذا البحث على المجتمع السوداني أو على شباب السودان؟ وهل يوجد أسباب أخرى؟ أذكر مثلا الأسباب الثقافية في علاقة بخاصية المجتمع السوداني. وشكرا. شكرا لك. نعطي الآن للمحاورين. نبدأ مع. شكرا جزيلا. أبدأ بسؤال الدكتور مهدي مبروك. لماذا التف الشباب حول الرئيس محمد عبد الله فرماجو؟ ما هي أهم الملامح؟ طبعا الورقة أجابت عن هذا السؤال، لكن نظرا لضيق الوقت تجاوزته. أول سبب هو كما ذكرت دخول نسبة كبيرة من الشباب إلى البرلمان. ثاني سبب هو أن الرئيس محمد عبد الله فرماجو كان رئيس حكومة في 2010 وكانت له إنجازات، قضى فترة بسيطة 6 أشهر في الحكم ولكنها كانت فترة ناجحة واكتسب فيها شعبية كبيرة جارفة. إلى جانب ذلك كانت الانتخابات التي حدثت في بداية هذا العام يعني بمثابة استفتاء على رفض التدخلات الأجنبية، هذا السبب الثاني. بالنسبة للسؤال الآخر، الأخ الذي سأل عن أرض الصومال، أرض طبعا الصومال له تاريخ يعني ذو شجون مع الاستعمار، قسم إلى 5 أجزاء. الجزء الذي كان خاضع لإيطاليا وهو يسمى الصومال الجنوبي، والجزء الذي كان خاضع للاحتلال البريطاني ويسمى أرض الصومال حاليا، والجزء الصومال الفرنسي اللي هو جيبوتي حاليا، وهناك إقليمين أحدهما تابع لإثيوبيا والآخر تابع لكينيا. فهذا التمزق الذي حدث للصومال هو الذي السؤال سأله أحد الإخوة، لماذا الصومال فشل في الدولة؟ فشل لأنه حاول استعادة الصومال الكبير، حاول استعادة هذه الأجزاء ولم يعترف بحدود الحدود التي تركها الاستعمار، لذلك خاض حرب مع إثيوبيا عام 1977 وخسر هذه الحرب نتيجة تدخل الاتحاد السوفيتي لصالح إثيوبيا، وعلى إثر هذه الحرب انهار النظام العسكري، هي أهم سبب أدى إلى انهيار النظام العسكري. شكرا نظرا لأن الرئيسة تضغط عليه. شكرا. الوقت بقي معنا بس 5 دقائق فنحاول الالتزام. ننتقل إلى الباحث حسن للإجابة على الأسئلة. أيضا باختصار نسبة لضيق الوقت، أنه صحيح السودان يعني بدأ فيه تعليم مبكرا نسبيا، وحقيقة انتثرت فيه هذه النزعات القبلية، لأنه حتى عام 1970 كانت هنالك إدارات أهلية، زعماء قبائل لديهم سلطات قانونية وسياسية من الدولة، لكن تم حل هذه الإدارات السياسية سنة 1970 وانتثرت بعدها القبلية، لكن عادت مرة ثانية في العقود، خاصة في العقدين الأخيرين بسبب الممارسة السياسية، لأنه هذه ما تقوم عليه الورقة وقيام الحركة الشعبية التي وجهت انتقادا، لأن السودان كان هيمنت عليه أقلية من المستعربين في الماضي وفي الحاضر، وجل السودانيين من الأفارقة، وينبغي إصلاح هذا الخلل، هذا ما قامت عليه الحركة الشعبية. وأيضا الصراع في دارفور أخذ طابعا إثنيا، لأن هذا يسهل التعبئة للمقاتلين على أسس إثنية، فهذا ما أدى إلى الرجوع مرة ثانية للانتكاسة إلى موضوع الإثنية. في النقطة الثانية، صحيح أنه نشأة الدولة السودانية كانت نشأة أسهمت إسهاما كبيرا في مشاكل وما يعنيه السودان الآن، لأنه لم تفلح النخب الأولى في الإدارة السياسية الجيدة للتنوع الكبير الذي يشهد السودان، مما أدى أوصلنا إلى هذه الحالة. وشكرا. شكرا. ننتقل للباحث عادلة. السودان هو وحدة في تنوع، وما يطلب الشباب هو توفير الجو الديمقراطي وإعطائهم الحريات لإقامة نشاطاتهم الثقافية وتعليم مبدأ القبول بالآخر.
وهناك اتفاق على أساسيات معينة، والنتائج الثلاث الاستقطاب والجيل والعنف تنطبق ويمكن تعميمها على كل الشباب السوداني. وشكرا. الأخير للبحث أشرف. طيب سأبدأ بملاحظة رئيسة الجلسة، يعني أنا لم أقترح إنه الحركات الجديدة أو المجموعات اللي اشتغلت عليها الورقة تتحرك خارج دائرة السياسة، اقترحت بالضبط أنها تتحرك خارج دائرة السياسة بالمعنى الكلاسيكي للأخيرة، يعني إنما يجمع مثلا حركات مايو أو ماي 1968 وحركة الحقوق المدنية وحركة التضامن في بولندا وحركة السكان الأصليين في بوليفيا وحركة 20 فبراير في المغرب والحركة المصرية من أجل التغيير كفاية وحركات التغيير الآن وقرفنا في السودان، ما يجمع بين هذه الحركات جميعا هي بعد المطلبي الاحتجاج على خصم ما. من الطبيعي طبعا أن تتباين الطرق التي اتبعت في تحقيق تلك المطالب أو الطرق النضالية التي اتبعت، لكن السؤال كان هو مع غياب خصم ما كما في الحالة التي تشتغل عليها الورقة، هل من الممكن لنظرية الحركات الاجتماعية لمفهوم الحركات الاجتماعية أن يكون ملائم؟ هذا ما أردته بالضبط. المفهوم اللا حركات الاجتماعية والإطار الذي يطرحه آصف بيات كان في طور التجربة، إنه هل من الممكن أن يوفر مدخل أكثر ملائمة أم لا؟ أود الاشتباك مع، يعني مع أنه ليس لدي علاقة واضحة بالسؤال، لكن السؤال حول القبيلة والدولة في السودان، سأقترح بسرعة أن السؤال في تصوري هو لماذا لا تكف القبائل عن التصرف كدولة في السودان؟ السؤال هو لماذا لا تكف الدولة عن التصرف كقبيلة؟ شكرا. شكرا للحضور الكريم. نختم الآن الجلسة ونذكر بأن استراحة القهوة لا تتعدى 15 دقيقة، وعلى أثري يكون التوجه إلى القاعة مجدداً الساعة 16:45. شكرا لكم.